لأنه الآن ينضم إلينا من رام الله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. سيادة المستشار، يسرنا أن تكون معنا سيدي الكريم، ولو أن اللحظة لا تدعو إلى السرور إطلاقا. ما الذي الآن يشغل الإدارة الفلسطينية دكتور محمود؟ كل ما يشغلنا الآن ويحتل الأولوية في تفكيرنا وفي جهدنا وفي تحركاتنا هو وقف العدوان المستعر على أهلنا في قطاع غزة. لا يوجد أولوية تتقدم على هذه الأولوية الآن، هذه أولوية اللحظة. لذلك كل الجهود منصبة من القيادة الفلسطينية ومن الرئيس محمود عباس على تحقيق هذا الهدف وتحقيق هذه الأولوية. كل الاتصالات تتركز حول هذا الموضوع، كل الطلبات من الدنيا بأسرها ومن الدول المؤثرة، وكل التنسيق مع المجموعة العربية، مع الدول العربية المحورية الأساس التي نتحرك معها في فضاء واحد لتحقيق هذه الأولوية، تتركز على الجهود التي ينبغي تكثيفها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وطبعا بالتزامن مع ذلك توفير كل الاحتياجات الأساس لقطاع غزة حتى لا تتفاقم الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع تحت نار العدوان الإسرائيلي. ثم بعد ذلك لابد من أن تتضافر جهود الجميع على الذهاب إلى معالجة جذر الأزمة، جذر المشكلة، جذر الصراع الذي يتمثل في وجود الاحتلال الإسرائيلي وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والخلاص من الاحتلال. الاحتلال هو أساس المشكلة، ولا بد من إنهاء هذا الاحتلال لكي نطوي صفحة الصراع مرة واحدة وإلى الأبد. سيد الكريم أشكرك شكرا جزيلا، لا نريد أن نضيع المزيد من وقتك الثمين، وأنا أوقن أنك في غاية الانشغال أنت وكل الإدارة الفلسطينية الآن. الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الذي شرفنا من رام الله.